مرحبا بكم. هذه بعض من أطول الكلمات في اللغة الإنجليزية، سنقرأها أولا ثم سننتقل لنرى ما هي أطول كلمة في اللغة الإنجليزية. أغلب هذه الكلمات لن تصادفها في حياتك إلا عندما تقرأ مقالات عن الطب أو عن ما هي أطول الكلمات، وكلها كلمات في أغلبها طبية أو كلمات كيميائية. أول كلمة تتكون من 22 حرفا هي Otorhinolaryngological. 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 Immunoelectrophoretically 25 حرفا. Psychophysiotherapeutics 25 حرفا. Thyroparathyroidectomized 25 حرفا. Pneumoencephalographically. Pneumoencephalographically 26 حرفا. الكلمة التالية هي Radioimmunoelectrophoresis 26 حرفا. و Psychoneuroendocrinological. Psychoneuroendocrinological 27 حرفا. Hepaticocholangiogastronomy 28 حرفا. Hepaticocholangiogastronomy. Spectrophotofluorometrically. Spectrofluorometrically 28 حرفا. Pseudo-pseudo-hypoparathyroidism. كما تلاحظ أغلب هذه الكلمات تتكون من أجزاء من كلمات أخرى، مثلا pseudo-pseudo تتكون من pseudo و-pseudo، و-pseudo يعني كاذب أو خاطئ. Thyroidism hypopara كما تلاحظ هنا، فهذه هي الأجزاء التي تتكون من هذه الكلمة، وهذه الكلمة في الأعلى تتكون من هذه الأجزاء photofluorometrically، ومتريكلي هي متريك بالإضافة إلى لي التي تدل على الصفة والأدفرب. Hepaticocholangiogastronomy هذه هي الأجزاء التي تكون من هذه الكلمة. لنذهب لنرى أطول كلمة في الإنجليزية. هذه هي أطول كلمة وتتكون من 189 ألف حرف و819، وهي كلمة لاسم بروتين، وهي اسم بروتين تايتين. هذه هي الأجزاء التي تتكون منها هذه الكلمة، يعني هي الأجزاء التي تتكون منها وذكرت فيها. انظر إلى الكلمة كم هي طويلة، ستملأ بها كتابا. هذه هي أطول كلمة في الإنجليزية. سنحاول أن نقرأ منها قليل. Methionyl-trionyl-trionyl-glutamine-lalan-nil-prolitrion-ni-phenylalanine. من الصعب قراءتها، بل مستحيل.